مرحبا شباب، بس ننوه على بعض. اكو يعني برنامج ان شاء الله، بس ما ذكرته بالفيديو اللي فات، راح اوضح هنا بعد ما ابين بشكل سريع ومختطف على هذا البرنامج. لانه قلنا نريد نعرف البرنامج اللي هو اللي اذا ردنا وطالب منا بالسؤال، السؤال السابق او محاضر الفيديو اللي راحت ذكر عندنا بالسؤال انه نريد نطلع الريتد او المعدل او الافريج لثلاث اعداد. فباي الحال لازم نسوي ثلاثة تكست، ثلاث صناديق نص، وبالتالي يحتاج الى صندوق نص رابع. حتى بهذا صندوق النص الرابع اطلع بيه الناتج مال هذول الثلاث معدلات اللي ذكرناهم. طبعا احتاج الى زر اعاز اللي هو كومبيوت، ولايبلات اللي اذكر بيهن ذن الليبلات اللي اذكر بيهن اسماء هذني التكست بوكس صناديق النصوص. قلنا حتى ندخل على البرنامج نضغط دبل كليك على الكمبيوت، بالتالي اخلي مالت البرنامج ما بين برايفت وما بين انصب. يعني من اضغط دبل كليك على الكمبيوت راح يطلع عندي البرايفت سب برايفت سب سي ام دي كليك، ويطلع عندي ان سب ذن جملتين. الان بنص ذن الجملتين راح ابدي احط من الدي اي ام اكس واي زد از انتجر الى التكست فور دوت تكست، اخلي مالتي ال ايش البرنامج او الكود. طبعا قلنا احنا حتى اعرف مالتي اقول دي ام اكس واي زد از انتجر، عرف لي الاكس والواي زد ك اعداد صحيحه، لان انا من اجي ادخل جمله ندخل بالواحد وبالثلاثه، ندخل بالتكست الاول والتكست الثاني، عاده ندخل رقم عادي ما ندخل بوينتات. فقلنا از انتجر كاعداد صحيحه راح تجي، فراح يجي المستخدم اللي يجي يدخل كود يجي يدخل الرقم بالتكست الاول. فهذا وين خزن؟ خزن بالاكس، يعني اللي قدام عرفت الاكس والواي زد از انتجر والافريج از سنجل از سنجل او از دبل. وبالتالي اني اقدر انه اجد عرفت بذلك ان ما لا في متغيرات، انه عندهم متغيرات اكس واي وزد، وذن المتغيرات اكس واي زد نعتبرهم كانتجر كاعداد صحيحه، والافرج ايضا اعتبرته كعدد صحيح. بس هنا مو از سنجل انما از دبل، لانه قد احتاج يعني الى شنو؟ الى بوينتات تطلع عندي، مو شرط تطلع عندي يعني رقمها صحيح. يعني من اقسم 27 على مثلا على 3 تطلع 9، بس من اقسم 3 28 على 3 بوينتات. لهذا السبب راح اضطر انه اقول دي اي ام افريج از دبل وليس سنجل، سنجل يهمل لي البوينتات. فاقول انه الاكس يعني اكس تساوي يعني اخزن بهاي الاكس مقدار قيمة النص اللي دخلته وين؟ بالتكست 1. يعني الواحد اللي دخلته بالتكست 1، هذا الواحد اللي دخلناه بالتكست 1 وين خزن؟ خزن بهذه الاكس. واحد دخلته بالتكست 1 خزن بهذه الاكس، والثلاثة من دخلته بالتكست 2 هذا وين خزن؟ خزن بالواي. وستة من هذا معناها الاكس فاليو تكست 1 دوت تكست، يعني مقدار قيمة النص اللي الداخل الموجود بالتكست 1 خزن ليها بالاكس، ومقدار قيمة التكست النص الموجود بالتكست 2 خليه بالواي، خزن ليها بالواي، ومقدار قيمة النص الموجود بالتكست 3 خزن ليها بالزد. لان الاكس والواي زد من اجى اي مستخدم دخل 1 2 3 مخزن وين؟ بالاكس والواي والزد. الافرج هذا، الافرج هذا حتى انا اجري واسوي هذه المعادله، يعني احنا ادخال اعلان بيانات وادخال البيانات تعريف عفوا يعني الاعلان المتغيرات او تعريف المتغيرات، ثم ادخال البيانات المتغيرات اللي هنا ذني ادخال، ومن ثم بعد ذلك المعالجه اللي هي افرج. يعني دول الثلاثه شو اسويهم؟ او اسمي متغير من اللي قلنا اسميه افرج، والافرج يساوي عباره عن شنو؟ عباره عن دني الثلاث المدخلات اللي دخلناهن واللي هن الاكس والواي زد، واللي هن كانه الواحد والثلاثه والاربعه والسته مجموعهم على عددهم راح يطلع لي شنو؟ يطلع لي الافرج
الافرج والمعدل مال هذول الثلاث اعداد، اي اعداد له على تعيين، وبالتالي حتى تطلع هذا العدد اللي هو الافرج يساوي اكس زائد اكس زائد واي زائد زائد على ثلاثه، حتى اطلعه اقول تكست فور دوت تكست، النص اللي راح يظهر بالتكست فور واللي هو هذا شبي خليه يطلع لي النص الموجود بالتكست فور، خليه يطلع لي مقدار فاليو يساوي فاليو، خليه يطلع لي مقدار بس سي اس تي ار، هاي مو مشكلة نفسها هي الفاليو، فالتي اكس فور دوت تكست يساوي مقدار قيمة فاليو، يعني يساوي فاليو اوف الافرج، مقدار قيمة الافرج. زين احنا هاي كمقدمة سريعة عن المثال اللي اخذناه سابقا، وهنا قلنا ايضا المثال الثاني اللي نشرحه اليوم اليوم اللي مصادف 24/1، ذكرنا ايضا جملائكم، قلنا ان عندنا احنا هنا السؤال اكتب لي برنامج بالفيجوال بيسك، هذا البرنامج ذات اكستشينج ذا فاليوز اوف ذا تو سترينج تايب، بدل لي بقيم او بمواقع تو سترينج تايب فيريبلز بمتغيرات من نوع سترينج، شوف تو سترينج تايب يعني فيريبلز يعني متغيرات من النوع سترينج، يعني مو قيم مو فاليوز، وانما سترينج حروف او كلمات، فهي مجرد سترينج، سترينج ما بي فاليو ولا جمع ولا شيء، انما فقط تبديل وكذا مواقع ما احتاج الى فاليو. ولهذا السبب من اجي شو اسوي اذا بهاي الحاله، اجي شو اسوي، اجي اصمم مالتي البرنامج واللي هو هذا، واللي هو هذا، واللي هو المقصود به انه نسميه تو تكست بوكس وليبلات، اسمي هذا التكست الاول سترينج، واسمي الثاني سترينج 2، وهذا الاكستشينج الكوماند بوتون اسميه بتسميه معينه، اللي اكستشينج اسميه تبديل، اسميه تشينج تغيير، وهكذا، مو مشكله. فبهذه الحاله حتى اسوي برنامج، قلنا نتفق اسوي برنامج مالتنا بالاكستشينج بالكوماند اللي هو هذا، وبالتالي اذا بسمي مالتي البرنامج اسميه كالاتي، وهو انه اكتبه كالاتي، وهو اولا شو اسوي؟ اجي اليوم هذا اللي شرحته بالسبوره، طبعا انتبهوا عليه راح اعيد لكم انا، وركز على الكلام مالتي، وان شاء الله المثال الثالث يعتبر واجب لكم، حتى بس مقدمه بسيطه عليه. البرايفت سب قلنا سي ام دي، سي ام دي كليك هاي جاهزه، والانت سب ايضا جاهزه، بنفتح دبل كليك نلقاها جاهزات، احنا بنصهم نحط مالتنا الكود بنصهم. الدي اي ام طبعا قلنا التمبرتشر هو التي ام بي، قلنا هو متغير لا على التعيين، متغير لا على التعيين، زين فاحنا بهذه الحاله تي ام بي يسوي بالانس، اي اسم تبي تحطها، بس بشرط ان هذا الاسم هو غير مستخدم من قبل بجول بيس، مثل الاف الاند ذين وغيرها الى ذلك من هاي الامور اللي زين. فبهذه الحاله قلنا المتغير اي متغير تخليه خليه، بس بشرط انه ما مستخدم من قبل فيجوال، يعني مو تستخدم للاف اللي يستخدم الفيجوال، الان مثلا يستخدم فيجوال، الذين يستخدم الفيجوال، هاي متغيرات محصوره ريستركتد مقيده من قبل الفيجوال، ما من حقك تستخدمها، جيب اي متغير بالدنيا وحطه، اي اسم بالدنيا بس ما ممكن مستخدمه من قبل الفيجوال بيسك. اذا عرفنا المتغير مالتنا هو تي ام بي، وهو ال تي ام بي از سترينج، عرفنا المتغير مالتنا بي از سترينج. اذا هذا مالتنا المتغير هو شنو؟ كسلسلة حروف او كحروف، ليش؟ لان انا ما عندي قيم، ما عندي افرج، ولا عندي طرح، ولا عندي ضرب، ولا عندي جمع، ولا عندي رفع الى اس، عندي قيم بس بدل المواقع، فلذلك عرفت التمبرتشر هذا المتغير تي ام بي از سترينج، كسترينج كحروف وكشي كاركتر فقط. اذا عرف انه يابا يا فيجوال احنا عندنا تمبرتش، عندنا متغير اسمه تي ام بي، عرف لي اياه كسترينج، اوكي صار معلوم، خزنها تمبرتشر از سترينج. نجي التمبرتشر شلون؟ ادخال قلنا المتغيرات، ادخال هنا هنا شوف هنا النص اللي راح يدخل بالتكست 1 اخزن لي اياه بالتمبرشر، النص
اللي راح يدخل بالتكست 1 خزن لي اياه بالتمبرشر. يعني اني من اجي ادخل هنا بالسترنج الاول، من اجي مثلا ادخل بغداد مثلا 2 1، اللي هو اي سترنج، ها هاي 2 1، او حتى لو رقم 1 2 جوا كرقم ما مشكله، خلي رقم، لان احنا تعاملنا كسترنج، ويجي سطر فقط حطوا شيء، ما تعاملنا كقيم كسترنج، سواء رقم سواء حروف سواء كلمات، ما عندنا مشكله احنا، فقط هو تغيير وما عندنا قيم احنا، يعني سطر. زين، ف قلت له اني تمبريتشر النص اللي راح يدخل بالتكست 1، هذا التكست يعني انا دخل ثلاثه، جا واحد دخل بغداد والثاني دخل هنا مثلا بالمربع الثاني دخل واسط، اللي بعده دخل اثنين، فاني حتى مثلا بغداد النوب هنا جاي دخل واسط بالمربع الثاني، شو اسوي؟ تكست 1 دوت تكست، العفو التمبريتشر يعني النص اللي اللي راح يدخل النص الموجود بالتكست 1 اغزل لي اياه وين؟ بالتمبرشر. يعني 2 مثلا هاي 2 رقم اللي هي كلمة 2، كلمة 2 تقريبا، كلمة 2 هي يعني تعتبر انه ادخال، دخل جاء واحد من زملائكم مثلا دخل كلمة 2 تي دبليو او، دخل خزنت وين؟ خزنت هاي 2 انخزنت بال هذا المتغير التمبرشر. اذا او واحد جاي من زملائكم حط هنا كلمة بغداد، حط كلمة واسط، جه هنا الاخوة حط البصرة، وانه حط السماوة، نوب جه الاخ حط اربيل، والاخ حط مثلا ذي قار، وهكذا. ف وراح تنخزن مثلا، اجى اني مثلا هنا ذي قار خليت بالمربع بهذا التكست، خليت ذي قار، راح تنخزن ذي قار بالتي ام بي، يعني النص الموجود بالتكست الاول تكست 1 الاول اغزل لي اياه بالمتغير تمبرشر تي ام بي، ان شاء الله خير. اذا ماشي هسه، اذا هذا النص اللي دخل اللي هو التو مثلا، او الفيقار اللي هو المربع الاول اللي هو الابيض هذا اللي التكست خزن، اي واحد يدخل هنا اي شيء وين يخزن؟ راح يقعد يروح يقعد هنا عندي بالتي ام بي انخزن. نجي التكست 1 دوت تكست، يعني احنا اتفقنا قلنا حتى نظهر حتى نبين اللي مالتنا الاخراج مثل البرنت، شو اقول؟ اقول تكست 1 او تكست 2 او تكست 3 او تكست 4، شنو تكست؟ شنو يا تكست؟ دوت تكست يساوي، هذه هي بحد ذاتها تعتبر اخراج. فاذا النص اللي راح يطلع بالتكست 1 خليه يطلع، النص اللي راح يطلع بالتكست 1 خليه يطلع النص الموجود بالتكست 2. يعني شنو معناه؟ يعني اذا عندي هنا 1 راح إيه معناها الكلام؟ يعني ال1 الموجود اللي هنا صعد لي خلي لي بالتكست 1، هذا معنى الكلام، صعد يا وين؟ وظهره، مو بس صعد لي ظهره، طلع خلي اشوفه وين قاعد لي، قاعد لي بالتكست 1 اللي هي سترينج 1 اللي هي هاي. هسه صار معلوم؟ ان شاء الله واضحه. نجي مثلا هنا عندي، يعني عندي مثلا ذقار، صعد لي هنا مكان مثلا بالاول عندي بغداد، بالثاني عندي ذقار، صعد لي ذقار فوق، هاي الحركه اللي هي النص الموجود بالتكست 1 او النص اللي راح يطلع بالتكست 1 خليه يطلع لي النص، خليه يظهر لي او يطلع لي النص اللي راح يدخل بالتكست 2، او خليه يطلع لي النص الموجود بالتكست 2. واضح ان شاء الله. نجي هسه كملنا، احنا صار عندنا تبديل وبدلنا بهاي العمليه، النوب الثاني شلون راح يتبدل بهاي الخطوه؟ تبدلنا فوق، تبدلت فوق، تبدلت احنا بس فوق نشتغل فوق، تبدلت نجي حتى نبدل الجو، نبدل بس الفوق حتى نجيب نصعدنا الجو، صعدنا فوق، والفوق لازم ننزل الجو بهاي الخطوه، فوق حتى تنزل لجو راح تكون بالخطوه الاخيره، واللي هي النص اللي راح يطلع بالتكست 2 خليه يطلع، اللي موجود بالتمبرشر، خليه يطلع القيمة المخزونة بالتمبرشر، النص اللي راح يطلع بالتكست 2 خليه يطلع القيمة المخزونة بالتي ام بي، القيمة المخزونة بالتي ام بي شنو هي؟ تكست 1 تكست دوت تكست 1، يعني النص الموجود بالتكست 1 مخزون وين؟ بالتمبرشر، النص المخزون بالتكست 1 شنو هو؟ 2. فاذا 2 راح تنزل لجوه، فاذا احنا
سوينا ضغطنا اكسشينج، ال1 راح تصعد لفوق وال2 وين تنزل؟ تنزل لجوا. ال1 صعدت لفوق بيا نص بهذا النص text1.text تساوي text2.text. زين وين بهاي الخطوه صعدت عند ال2 لفوق، العفو ال1 صعد لفوق. زين ال2 شلون تنزل لجوا؟ ال2 تنزل لجوا بهاي الخطوه، انه النص الموجود اللي راح يطلع بالtext2 يخليه يطلع بالقيمه المخزنه بالتي ام بي، والقيمه المخزنه بالتي ام بي اللي هي النص الموجود بالتكست 1 مخزن وين قلنا؟ بالتي ام بي اللي بالبدايه طبعا. لهذا اذا الخطوه هاي خزننا بها القيمه هاي تمبرتشر، وهاي طلعنا بها، والخطوه الثانيه طلعنا بها صعدنا بها النص الموجود عندي بالتكست وصعدت اللي فوق عيني. بالتالي ماشي نو جيت صعدت القيمه قلنا الموجوده عندي بالتكست الثاني صعدت اللي فوق، القيمه الموجوده اللي فوق اللي احنا نريد نبدل مواقع بهذا البرنامج، غايتنا نبدل مواقع، القيمه الموجوده اللي فوق اللي هي 2 راح انزلها لجوا بمن؟ بالإعاز الاخير اللي هو تكست 2، يعني النص الموجود تكست بالنص الموجود، النص اللي راح يطلع بالتكست 2 خلي لي يطلع لي القيمه المخزنه بالتي ام بي مثل ما شرحت. ان شاء الله يكون الشرح وافي تستفادون. اما هذا هو يعتبر واجب لكم، قلنا حتى تشرحوا لي اياه يعني شرحوا لي اياه زين، انه احنا نريد يعني او انا اوضح لكم اياه يعني ان شاء الله مو مشكله انا اوضح لكم اياه. ف بس انتم حاولوا بيه حتى تشوفون ايش حكيتوا ايش فهمتوا منه، ان شاء الله خير.